أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت البحرية الكورية الجنوبية أنها أجرت مناورات ضخمة بالذخيرة الحية لتحذير بيونغ يانغ من الإقدام على أي استفزاز في البحر بعد يومين على إجراء التجربة النووية السادسة لبيونغ يانغ. وقال قائد المجموعة الحربية البحرية 13 في بيان إن في حال قيام بيونغ يانغ باستفزاز فوق سطح الماء أو تحت الماء فستقوم قواته بالرد فورا لدفنهم في البحر على حد تعبيره. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق من حيث المبدأ على رفع القيود على قدرات أوزان الصواريخ الكورية الجنوبية. وخلال اتصال مع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن وافق ترامب على تعزيز القدرات العسكرية المشتركة ومنح سيول موافقة مبدئية لشراء أسلحة من الولايات المتحدة بمليارات الدولارات. اقترح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إجلاء النساء والأطفال من قافلة مسلحي تنظيم داعش وأسرهم العالقة في البادية السورية. جاء ذلك في بيان لقائد قوات التحالف ضد داعش الجنرال الأمريكي ستيفن تاوسوند، قال فيه إن قادة التحالف اقترحوا على الروس سلسلة من الخطوات لكي يكون بإمكان النظام السوري إجلاء النساء والأطفال. أعلنت منظمة العفو الدولية MST إن هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية أوقعت في الأشهر الخمسة الماضية نحو 400 قتيل، أي أكثر من ضعف حصيلة الأشهر الخمسة التي سبقت. ولفتت المنظمة إلى أن العدد الفعلي للضحايا هو أكبر على الأرجح، حيث أنه لم يتم تسجيل كل الهجمات الإرهابية للجماعة. قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية إن الخسائر الشاملة الناجمة عن الإعصار هارفي في ولايته تتراوح ما بين 150 مليار إلى 180 مليار دولار، وهو ما قد يزيد أكثر من 20 مرة عن حجم الأموال المبدئية التي طلبها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي من الكونغرس، وقدرها 7 مليارات و85 مليون دولار. أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد في تغريدة له إن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمة مميزة للحجاج يبعث الأمل والفخر للأمة الإسلامية لمستقبل أجمل. وختم تغريدته بوسم شكراً يا خادم الحرمين. الموجز إلى اللقاء.